من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا كريم آل محمد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، غريب الغرباء المسموم بأرض البقيع، سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من زواره في الدنيا، وأن ننال شفاعته في الآخرة بحق محمد وآل محمد. مشاهدين هذه حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام، نتوجه نحن وإياكم لأداء زيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخيها بالفضل العباس سلام الله عليه. تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على حامل اللواء، السلام على كافل الحوراء، السلام على ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي، يا مظلوم يا مسموم. السلام عليك يا سيدي ومولاي ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا كريم آل المصطفى، السلام عليك يا مولاي الإمام الحسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بالصحة والعافية إن شاء الله، وأن يجعلنا من زوار سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى، ويجعلنا من المعزين لأمه الزهراء سلام الله عليها، ومن المسجلين في سجل شفعائه، من المتشفعين لديه إن شاء الله في يوم القيامة. هذه حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج بيت الحسين عليه السلام، البيت الذي سيصدح بصوت الحسين عليه السلام لكل أنحاء العالم، ليصل ويوصل رسالة الإمام الحسين عليه السلام لكل الطوائف وبلغاتهم من خلال هذه القناة ومجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية، ومن خلال دعمكم ومساهماتكم على هذه الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، ونصرتكم لسيد الشهداء ونصرتكم للمظلوم سيدنا ومولانا الإمام الحسن، ونحن نعيش أيامه، هذه أيام أليمة جدا على صاحب العصر والزمان. ساعد الله قلبك يا سيدي ومولاي. أفي أي أرض أنت أم في طوى
أين أنت يا صاحب العصر والزمان؟ سعد الله قلبك. نستذكر أبيات لسيدي مولاي الإمام الحسن، وبعدها نتكلم حول احتياجات هذه البناية التي سوف تكون محطة لإيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام. سعد الله قلب الحوراء زينب وهي تعيش مصابان، وليس مصاب واحد، مصاب أخيها الإمام الحسن ذكرى استشهاده، ومصاب الإمام الحسين عليه السلام وهي متجهة من الشام إلى كربلاء بعدما رأت من اللوعة والعذاب من آل أمية لعنة الله عليهم. يقول الشاعر: ودع الحسن هالليلة، ودع الحسن هالليلة، بلسمتها الدم حالة، يا زينب الغريبة، يا زينب الغريبة، هذا أول أخ من إخوانك تودعي، وهاي آخر شوفة يا زينب تشوفي، براحتك نعش الحسن شبعي بكي عليه، حسين باكر عاري عالغبرة تخلي، أول أخو مصيوبة وثيابة ما مسلوبة، تنتظرك المصيبة يا زينب الغريبة، هذا أول كبد وعيونك تنطره، خوتك يمك وعسونك يحره، حسين كبده سهم المثلث يفطره، تشاهدينه لو طلع من خرز ظهره، هذا الحسن مو وحده ولا عترايب خده، هذا الحسن مو وحده ولا عترايب خده، ولا شبته خضيبه يا زينب يا زينب الغريب الغريب الغريب. للشاعر الأستاذ كرار حسين الكربلائي، نسأل الله العلي القدير إن شاء الله يقضي حوائجكم، يشافي مرضاكم بحق الإمام الحسن، كريم آل البيت، كريم آل محمد سلام الله عليهم. اطلبوا حوائجكم في هذه الليلة فإنها مقضية ببركات سيدنا مولانا الإمام الحسن المجتبى. في هذه الليلة ساهموا في إكمال هذه البناية نصرة لأخيه الإمام الحسين سلام الله عليه، واطلبوا حوائجكم من الإمام الحسن المجتبى. عندنا اتصال. أم علا، أم علا، أم علاء من محافظة ذي قار، السلام عليكم. نعم. علاء. عليكم السلام، أهلا وسهلا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا الأجر. مولانا الحسن عليه السلام. نعزيك، عظم الله لكم الأجر، نعزيكم ونعزي أنفسنا ومولانا ومراجعنا العظام باستشهاد الإمام الحسن المجتبى أبو محمد عليه السلام. أحسنتم، عظم الله لكم الأجر إن شاء الله. يا أخت أم علاء، إن شاء الله توجهوا بأداء الزيارة من مرقد سيدي مولاي الإمام الحسين عليه السلام، وبعدها نكمل معكم الحديث إن شاء الله، تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، ولا تجعل آخر العهد بيننا لزيارتكم.
السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى أبو الفضل العباس وعلى أختكم العقيلة زينب. أنت أحسنتم. سيدي مولاي لشفاء كل مريض ومن ضمنهم ابني محمد، تسهيل حوائجنا وحوائج كل محتاج وشفاء المرضى يا أرحم الراحمين يا الله. آمين رب العالمين إن شاء الله. أحسنتم يا أم علاء، أسأل الله يخليكم. قضاء حوائجكم إن شاء الله بحق هذه الليلة. أم علاء، الله يسلمك. أنتم نعم. من أنصار رسالة الإمام الحسين عليه السلام، إن شاء لأنكم الله. ساهمتوا في هذه البناية اللي راح تكون صادحة بصوت الحسين سلام الله عليه وثقافة أهل البيت سلام الله عليهم. آمين يا رب العالمين. أحسنتم. ما هي رسالتكم لكل إنسان يسمعنا حاليا ويشاهدنا، يسمعكم ويشاهدنا؟ تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أحكي عن تجربة شاركت كم مرة بناء الإمام الحسين، وأي يعني مبلغ بسيط، صح هو مو ذاك المبلغ، مبلغ بسيط بس الحمد لله والشكر، الله سبحانه وتعالى يضاعف المبلغ ويرزقنا رزق من حيث لا نحتسب. وهي رسالة للإمام الحسين، إنه توجه إنه الإمام الحسين ما محتاج بس بكينة، محتاج رسالة وإنسانية، والإمام الحسين ضحى بنفسه وعائلته للإنسانية. أحسنتي. الله يسلمك، الله يخليك، واحنا اللي ندفع هذا قليل، الإمام الحسين دفع دمه وعائلته ونسائه وأطفاله. الحمد لله والشكر بارك الله رب فيك. العالمين. أم علاء، من معزين الزهراء إن شاء الله. أم علاء، ما هي يعني شنو الكرامة اللي حصلت وياكم من خلال عطائكم لسيد الشهداء سلام الله عليه من أجل نصرته إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. أنا أحكيها وأنا أتحاسب عليها. أنا عندي ابني مريض، بني قلت لك تعرفون بي كم مرة، عنده 12 سنة عنده سكر. أسأل الله له الشفاء إن شاء الله. من تربة الإمام الحسين وقريت الدعاء، وقعد ابني كان سكره 500، قعد ابني قال ماما شفت على الحائط يم راسي واحد راكب على حصان ويم طفل. اللهم صل على محمد وعلى يشهد علي رب العالمين، وهذا حتى طفل مو كلامي انا. يا بعض. ونزل سكر نزل 150 ألف والحمد لله. انا هذا يعني من دون من عند رب الحمد العالمين. الحمد لله. وحسينا يومها كله يعني كله يوم راحه ويوم وين، وابني حتى ما دخل المستشفى. الحمد لله، هذا عطاء أهل البيت، هذا عطاء أهل البيت، عطاء أهل البيت كثير وكثير. سلام عليك يا أبا عبد الله، سلام عليك يا أبا عبد الله. أحسنتم أحسنتم. أسأل الله إن شاء الله دوام العافية لولدكم ودوام العافية لكم بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. وهذه هي إحنا دائما ليش نتكلم بكرامات أهل البيت؟ إحنا اليقين موجود والعقيدة موجودة، ولكن لكي يسمع الغير، لكي يزداد اليقين أكثر وأكثر بأهل البيت سلام الله عليهم. أحسنت. وهي رسالة، وإحنا نشوف أكو تجي ناس من الغرب وتلتدي بفضل الله والإمام الحسين. أحسنتم علاء، وأسأل الله إن شاء الله مع الركب الزينبي إلى جنات الخلد. وشكرا لكم لقبولكم لاستضافتكم في هذا البرنامج، وشكرا لكم. الله يبارك بكم. الله يسلمك. الله يخليك ويجعلكم من خدام الحسين ويجزيكم احسن جزاء احسنتم. بارك الله فيكم على وحفظ عوائلكم. شكرا لكم علاء من محافظة ذي قار كانت معنا. شكرا لكم. مشاهدينا، سمعتوا اللي روتها ام علاء، الكرامة اللي حثت والكثير من كرامات اهل البيت والحوائج المقضية لا محال عن سيد الشهداء وعند أبا الفضل العباس سلام الله عليهما. فأنت لا تبخل على نفسك، أنت من تقدم للإمام الحسين عليه السلام، من تقدم لسيد الشهداء، من تقدم لأهل البيت لنصرتهم، أهل البيت راح يجازونك على كل شيء. شنو حاجة عندك مستعصية راح يقضونها لك. وعندنا اتصال، من ويانا؟ بشار، الأخت بشار من تركيا. السلام عليكم أخت بشار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم. عيني. عظم الله أجوركم، عظم الله أجوركم بشهادة الإمام الحسن عليه السلام. أجورنا وأجوركم إن شاء الله. أخت بشار، تفضلوا بأداء الزيارة من مرقد سيدي مولاي الإمام الحسين عليه السلام، وبعدها نكمل معكم. تفضلوا. سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، تفضلوا. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا مولاي يا أبا عبد الله، يا حسين يا حسين يا حسين، يا الله يا رب، بحق الحسين يا رب، بحق زينب، وهاي أيام رجعتها على قبر أخيها أبا عبد الله الحسين يا رب. يا الله تقبل منا وعفونا واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين رب العالمين. إن شاء الله يا أخت بشار، أسأل الله أن يقضي حوائجكم ويرزقكم زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. آمين. أي والله كان بنفسنا نجي يا أبا عبد الله، بس الظروف ذكرونا أنتم إن شاء الله، ما ننساكم إن شاء الله. الأخوة اللي تواصلوا وياكم أيضا ما راح ينسوكم من زيارة سيد الشهداء وفي يوم الأربعين إن شاء الله. يعني أني أتفرج عليه من خلال رحم الله والديكم على هالقناة العظيمة، أشوف المشاية واي والله أبكي، أقول أتمنى أكون وياهم، بس الظروف يا أولادي شو نسوي. الله كريم الحمد لله على كل حال. الله كريم الله كريم إن شاء الله. أخت بشار الله يبارك فيكم إن شاء الله. أخت بشار، شنو الدافع اللي خلاكم تتصلون بقناة الإمام الحسين الفضائية والساهمون؟ شنو اللي دفعكم؟ شنو الدافع؟ أكو غير حب الحسين. الحسين مالكنا من راسنا إلى رجلينا. الحسين مالك روح، الحسين مالك المال. احنا ما نفضل على الحسين، الله. هو الحسين متفضل علينا. أحسنت. هو الحسين متفضل علينا يا حبيبي. يا انت يا ابني يا بعض يعني شو نقدم للحسين؟ قليل. لو نقدم للملايين الملايين قليل والله، بحق الحسين وبحق عائلة الحسين بحق زينب بحق اهل البيت كلهم يا ابويا. أخت بشار، الحياة ما تسوى بلاهم. أحسنت. بهذا القلب، بهذا القلب المحترق، رسالتكم لكل إنسان يسمع صوتكم الآن. والله رسالتي أقول باوع، الفلوس كلها تروح وكلها تنصرف وكلها، بس اللي يخليها بهالطريق ها، أنا أقول باقية إله، باقية إله دنيا وآخرة. أنا جربتها على مجرب، يعني أنا الحمد لله دائماً أتبرع لأهل البيت وهذه بالقليل، يعني هاي إمكانية، الإمكانية الأقدر عليها، بس والله يردوها علي أضعاف مضاعفة، يردوها علي أضعاف مضاعفة، يعني أشارك بدرهم يعوضوني بألف درهم، يعني جربتها عن تجربة ويقضي الحوائج. بالفعل أحسنتم مبارك الله فيكم، شكرا على محتاجيهم يا ابني. بالفعل احنا دائما محتاجيهم. أحسنتم أحسنتم، احنا دائما باحتياج اهل البيت سلام الله عليها. زين احنا هسه الان على البث المباشر، واللي شفتي يا بلي، شفتوا الاحتياجات اللي تحتاجها هذه القناه حاليا؟ والله شفت، انا شفت واني اخذت عهد على نفسي، يعني بلي. ما احب اقولها، هاي بيني وبين الله والحسين، قلت ان شاء الله ان وفقني الله كل شهر اشارك بمبلغ، وادعي لي ربي يزيد مثل ما يقولون رزق علي، واقدر اشارك باكثر واكثر. الله يبارك فيكم. هذه انا اعتبرها، هاي اعتبرها ذخر. أحسنت. يعني هذه صدق واعتقد الفلوس كلها قلت لك تنصرف وتروح. أحسنت. وما نحس بيها. أحسنت. بس هذه بهالطريق هذا هي ذخر، انه ذخر، يعني يا ريت اكون مالك الملايين، والله لا اقدمها للحسين والله العظيم، بس شو اسوي، العين بصيره واليد قصيره مثل ما يقول. اسال الله ان يمد عليكم من الخير ان شاء الله في سفره الامام الحسين عليه السلام. طبعا كلامكم جدا ان شاء الله، ان شاء الله ويا المشاية اذا مشيتوا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله بخدمتكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم اخت بشائر من تركيا، وجزاكم الله خير الجزاء، وان شاء الله مع ركب العلويات الى جنات الخلد ان شاء الله. احسن قناه يا رب. الله يبارك فيكم ان شاء الله يا رب يا رب، وان شاء الله تحصلون كل مرادكم يا رب العالمين. آمين رب العالمين، لنا ولكم الله. إن شاء الله ما دعوتوا الله يحفظكم. شكرا لكم. شكرا لكم أخت بشار. مشاهدينا الكرم والجود، احنا اليوم راح نتكلم عن موضوعين بمختصر، يعني الكرم والجود
وانتفاع الميت من الصدقة الجارية. رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: إن الجود هو من مكارم الأخلاق، ويستحسن حتى من الفقر، يعني من الفقير، وهو من شيم الكرام. وإن صاحب المال لا يحسن منه أن يفتخر به إلا أن يجود به، يعني العدة أموال لا تفتخر بأموالك، لمن تجود بأموالك، الساهم، تصدق، أنت ساه، أنت افتخر بما قدمته لله عز وجل، افتخر بأعمالك، أحسنت. وهو طبيعة، وهو طبيعة في النفس الكريمة هذا الجود، وبه يحرس العرض والجاه. يعني الإنسان يحرس بعرضه وجاهه، مثل ما بالحلقات السابقة تكلمنا عن الصدقة. بعد: ويعرف المقام المحمود للجود من الناس، للأجود من الناس، اللي دائما تلقاه كريم ومعطاء راح يكون معروف، حتى لو كانت الناس ما تنتفع بهذا الجود. يعني اكو غير ناس ينتفعون، ولكن كل الناس راح يشير الى بالبنان، ويكون محبوبا عندهم حتى لو لم يصل لهم من جوده شيئا. هذا كلام امير المؤمنين سلام الله عليه. وايضا يقول: من عطاء اهل البيت وكرمهم، احنا نقول لنا في رسول الله اسوة حسنة صلى الله عليه واله، ولنا في اهل البيت اسوة حسنة. واحنا اذا نقول على انفسنا احنا شيعة امير المؤمنين، الشيعة بما معناها التبع، يعني احنا تابعين لامير المؤمنين، يعني نقتدي بما يقوله امير المؤمنين، واللي يريده من عندنا لازم نطبقه. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه، فقطع عودتين من شجرة، أحدهما عوجاء وأخرى مستقيمة. شوفوا الكرم والعطاء والجود والإيثار على النفس. فأعطى المستقيمة لصاحبه، وأخذ لنفسه العوجاء ليتكئ عليها. يعني انت يعلمك رسول الله، انت ما تريد تقدم لاخرتك، لما تريد تقدم لاحد امواتك، لما تريد تخلي لك ثمرة صالحة في مكان صالح، لازم تقدم افضل ما لديك. ما تريد تقدم للامام الحسين عليه السلام، قدم افضل ما موجود، شيء انت تحبه، سواء النساء افضل ما لديه شنو، احلى شيء عنده شنو، الذهب، أقدم لسيد الشهداء. ما يستاهل القدم رضيعة من أجلنا؟ ما يستاهل اللي ضحى بنفسه وعياله من أجلنا؟ ما يستاهل سيد الشهداء؟ أقدم أفضل ما عندي، أكثر شيء أحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا مضمون الآية. يقول: ومرة أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومرة خرج أمير المؤمنين عليه السلام هو وعبده قنبر رضوان الله عنه عليه إلى السوق، واشترى ثوبين، أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين. شنو سوى أمير المؤمنين؟ فأعطى ذا الثلاثة لقنبر، الثوب بثلاث دراهم الزين الغالي الطال قنبر. إحنا لو إحنا لا نأخذ الأنفسنا، يعني أكثر الإنسان أكثر الطمع، ويطمع دائما بالأشياء الزينة إله. وأخذ لنفسه ذا الدرهمين، يعني وأخذ الثوب اللي أبو الدرهمين، هذا من عطاء أهل البيت وسخاهم. بعد: انتفاع الميت بالصدقة. احنا قلنا كنا عندنا أموات، اللي ميت أبوه، واللي ميت جده، واللي ميت أمه، واللي أخوه، واللي أخته، واللي ابنه، كنا عندنا أموات، وأمواتنا من يروحون للآخرة، آبائنا أمهاتنا ينتظرون من عندنا أن نقدم لهم شيء ينفعهم في الآخرة، من عمل صالح، من صدقة جارية. عندنا اتصال وبعد نكمل الحديث. أخ الضحى، أم ضحى من محافظة البصرة، السلام عليكم ضحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. ساعدتونا ما قصرتوا، يعني
الله يبارك بكم. أم ضحى تفضلوا بأداء الزيارة من مرقد الإمام الحسين عليه السلام ونكمل الله بعدها الله معكم إن شاء الله. محمد تفضلوا. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأرض والزمان، اللهم عجل وليك الفرج. السلام عليك الإمام الحسين ورحمة الله وبركاته. أزور سيدي ومولاي الإمام الحسين نيابة عن أهلنا جميعا وعن كل من ساعدنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبو الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على الحوراء زينب بطلة كربلاء. آه يا زينب، آه يا زينب، نواسيك يا سيدتي ومولاتي على هذه المصيبة، نواسيك على مصيبتك، نواسيك بهاي الأيام أيام اليسر والعسر يا سيدتي يا مولاتي. إجاهك عند الله يا وجهة عند الله، أشفائي لنا عند الله. أقسم عليكم بضع الزهر المكسور، لا تردوني يا أهل البيت، أقسم عليكم بقضاء الحوائج وشفاء المرضى. آمين رب العالمين إن شاء الله. أسأل الله قضاء حوائجكم يا أم ضحى. أيوة مشكور مشكور إن شاء الله وشفاء مرضاكم بحق سيد الشهداء سلام الله عليه. أيوة ارزقنا زيارة الأربعين إن شاء الله. آمين رب العالمين، نحن وإياكم إن شاء الله. أم ضحى أنتم ساهمتم وساهمتوا في نصرة رسالة الإمام الحسين عليه السلام من خلال مساهمتكم في بناية مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية، جزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله مع الركب الزينبي إلى جنات الخلد. ما هي رسالتكم، يعني رسالتكم اللي تريدون توصلونها لكل إنسان يسمعكم الآن ويشاهدنا؟ إن شاء الله نشجع كل إنسان وننصح كل إنسان اللي عنده مقدرة أن لا يقصر عن نصرة الحسين. الإمام الحسين نادى هل من ناصر ينصرنا، ونحن نقدم هذا القليل للإمام الحسين بحق الحسين. الإمام الحسين ضحى بجنه الطاهر وبعائلته وأولاده وحتى بالرضيع، الطفل الرضيع يعني سلام الله عليهم أجمعين. يعني إحنا اللي نقدم قليل حق الإمام وحق أهل البيت، المفروض على كل واحد من عندنا أو اللي عنده مقدرة إن شاء الله ما يقصر عن الإمام، ولا لا يبخل باللي يقدر عليه إن شاء الله في نصرة أو الإمام الحسين في إكمال مشروع بيت الحسين. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. أحسنتي أحسنتي يا أم ضحى. أم ضحى من خلال مساهمتكم لهذه البناية وعطائكم لسيد الشهداء من أجل نصرة رسالته، شنو الكرامة اللي لمستوها؟ تغير حال، قضاء حاجة، شنو اللي لمستوها؟ الحمد لله والشكر لله. الإمام الحسين إن شاء الله واقف إنه بكل خطوة إن شاء الله قدم لنا الكثير وما قصروا يعني أهل البيت، الحمد لله والشكر، ونسأل من عندهم القبول والعطاء المزيد إن شاء الله ما يقصرون. أمين رب العالمين. أحسنتم يا أم ضحى، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، مبارك الله فيكم، وإن شاء الله يقدرنا إن شاء الله، إن شاء الله تكونون في أيام 40 الإمام الحسين في جوار الحسين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. شكرا لكم، شكرا لكم ولتواصلكم ويانا، وإن شاء الله مستمرين بالعطاء أم ضحى إن شاء الله. الله مشكورين مشكورين، الله يقدم لكم الله يبارك الصحة والعافية والنصرة بحق محمد وآل محمد. آمين رب العالمين. شكرا لأم ضحى من محافظة البصرة، شكرا جزيلا. أخواني أخواتي، الإنسان لابد أن يقدم كل ما لديه لسيد الشهداء، والآن اليوم يوم الإمام الحسن عليه السلام كريم أهل البيت، فعلى حب الإمام الحسن هذه الأرقام موجودة أسفل الشاشة، اتصلوا الآن، واللي يحب يخلي له صدقة جارية الأبو الأمة الأخت الأخو الزوجتة الإبنة من أمواتكم، خلوا لكم صدقة في هذا اليوم لأنها مضاعفة. خلنا نشوف شو يقولن أهل البيت اللي صدق عن أمواته. يقول عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال الإمام الصادق: نعم. قلت: أو يعلم من صنع ذلك؟ يعني توصل للميت الصلاة والدعاء والصدقة؟ يسأل الإمام الصادق، الإمام الصادق يجاوب يقول له نعم. قال له: ويعرف الميت إنه هذه الصدقة من فلان؟ شي جاوبه الإمام الصادق؟ قال له نعم. ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه. إذا كان هذا الميت
مثلا ضايج من عندك في عالم الدنيا، او هذا الميت مثلا عليه فد عذاب او ما شابه ذلك، الله يرضى عنه بعد. والكثير من الروايات، وايضا روايه لرسول الله صلى الله عليه واله يقول: اذا تصدق الرجل بنيه الميت امر الله جبرائيل ان يحمل الى قبره، انتبهوا اعزائي المشاهدين، امر الله جبرائيل ان يحمل الى قبره 70,000 ملك، في يد كل ملك طبق، فيحملون الى قبره ويقولون: السلام عليك يا ولي الله، هذه هدية فلان ابن فلان، هذه هدية ابنك، امك، اختك، ابوك، زوجك، اي انسان كان متصدق. فيتلألأ قبره، واعطاه الله 1,000 مدينة في الجنة، وزوجه 1,000 حوراء، والبسه 1,000 حلى، وقضى له 1,000 حاجة. فهنيئا اللي يصدق عن امواته. هذه احتياجات قناة الامام الحسين الفضائية، هذه الكاميرات، نحن بحاجة الى كاميرات في هذه البناية حفاظا على اموال الامام، حفاظا على الصدقات الجارية. ساهموا بنية الصدقة الجارية، خل يفرح ابوك، خل تفرح والدتك في هذه الليلة لما نشوف ابني خلالي صدقة جارية في جوار الحسين، في جوار الذبيح الأعظم، في جوار سيد الشهداء، في جوار أبي الفضل العباس، على هذه البقعة الطاهرة خلالي صدقة ابني، ما ضاعت تربيتي من ربيت أنا بعالم الدنيا. خل يفرح ابنك، الغرباء خل يفرحون، اللي يطلق عليهم رسول الله الغرباء. قالوا يا رسول الله من هم الغرباء؟ قال: أصحاب القبور، الميتين غرباء، ما لهم أحد غير رحمة الله عز وجل. فتصدقوا بنيابة عن غربائكم، أمواتكم في هذه الليلة على حب الإمام الحسن عليه السلام. يا ريت أنه مخرجنا بس يطلع لنا الشاشة اللي كل الاحتياجات اللي نحتاجها إن شاء الله، حتى الأخوة يشوفون شنو يريد يساهم نيابة عن أمواته إن شاء الله. إن شاء الله إحنا يعني حلقتنا أشرفت على الانتهاء، ولكن بانتظار اتصالاتكم على هذه الأرقام الموجودة أسفل الشاشة حتى تخلوا لكم صدقة جارية لأمواتكم وهذه الاحتياجات. أنت تخير الآن صدقة جارية لأحد أمواتك وفرحة في هذه الليلة على حب الإمام الحسن عليه السلام. إن شاء الله انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولكن ننتظركم غدا مع الست حوراء في كلام موجز عن احتياجات هذه البناية وعن كرامات أهل البيت وعن آثار الصدقة الجارية إن شاء الله. إن شاء الله احنا بانتظاركم في هذه الليلة، هذه الأرقام موجودة، الأخوة بانتظاركم، راح يجاوبوكم على كل استفساراتكم حول كيفية المساهمة، شلون تخلي الصدقة الجارية، شلون تتواصل مع المندوبين الموجودين في كل المحافظات. أيضا السيد عماد الحكيم راح يكون غدا إن شاء الله في محافظة ذي قار، إن شاء الله راح يكون في خدمتكم، اللي يحب يتصل عليه ويتواصل ويساهم وياه أيضا موجود، راح يكون في محافظة ذي قار الحبيبة إن شاء الله. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وننتظركم غدا إن شاء الله في برنامج بيت الحسين عليه السلام. في أمان الله. من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم، ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين.